ويدي الكرة وين؟ على طول الاتجاه لأنطونيو كاسانو في وسط الميدان. كلمة أولى لفريق الميلان. ألكسندر باتو وجه لوجه يهرب باتو. أوه اتدلع يا مرعبهم، سجل يا مخوفهم ويا مشننهم منذ اللحظات الأولى. السلساو ألكسندر باتو الخيال كرة الدلال، هذه أجمل كرة للميلان. الميلان الجنن منذ البداية، يفاجأ برشلونة بكرة ولا في الأحلام. شوف الأقدام حقيقة وليست أوهام. فيكتور فارتيز في مهب الرياح والميلان بأكبر نجاح. باتو باتو باتو، سيناريو مجنون، سيناريو غير معقول لجماهير نادي برشلونة. جمهور الميلان يصنع الأحداث والميلان بالتعدي لا يريد أن يهدي.